بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا النهاردة كان في ثلاث مباريات هامة جدا في الدوري العام المصري، وفي بقية الأسبوع الـ 24 انتهت المباريات. هقول لحضراتكم كل نتائج المباريات، ولكن الحقيقة خلوني أبدأ مع حضراتكم الأول النهاردة. أول كلامنا في تأجيل مباريات الكأس وإلى أجل غير مسمى النهاردة. لازم اقول لحضراتكم ان ده ملف واتقفل وانتهى. احنا هنتكلم بعد كده في الدوري، عندنا هدف امامنا هو الدوري العام المصري. الدوري العام المصري كل لاعيبه النادي الاهلي وكل الجهاز الفني اللي موجود وكل مجلس الاداره اللي متواجد في النادي الاهلي الان بيبحث عن الحاجه اللي قدامه، وهي كيفيه الفوز بالدوري العام المصري، خصوصا بعد النتائج الرائعه الحقيقه في هذا الشهر. شهر كان صعب جدا جدا جدا، ينتهي بعد بكره ان شاء الله، وكان شهر صعب جدا جدا على النادي الأهلي بسبب ضغط المباريات. هذا الشهر كان حلو في كل حاجة فيما عدا مباراة وحيدة فقط، وهي مباراة هزيمتنا من سيمبا التنزاني في البطولة الإفريقية. ولكن الحقيقة كل الهدف اللي احنا حاطينه قدامنا وكل لعيبة النادي الأهلي حطاه قدامها والجهاز الفني، وأنا سمعت تعليقات كثيرة للكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم في شيء واحد فقط، أن الدوري الأهلي السنة دي الدوري بتاع الأهلي، وهذه هي الحقيقة. حتى هذه اللحظة هناك فارق 4 نقاط ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك الأول في الدوري العام. حتى هذه اللحظة الأربع نقط دول ما بيننا وما بين نادي الزمالك 6 نقاط أو مباراتين ب6 نقاط. الست نقط دول من الممكن جدا جدا أن يفوز النادي الأهلي في هاتين المباراتين، وبالتالي يتصدر الدوري العام مرة أخرى خلال الفترات القادمة ويعود لمكانه التقليدي كالعادة. احنا عارفين النادي الاهلي بالنسبه له المركز الثاني زي المركز ال 15 ال 16 ال 18، تفرقش اي حاجه خالص، ولكن هو هدف واحد فقط هو الدوري العام المصري، وطبعا البطوله الافريقيه اللي هي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي هي الامل، لانه انت في خلال قبل 15/5 اللي جاي لازم تكون انهيت مباريات البطوله الافريقيه سواء بطوله ابطال الدوري او البطوله الكونفدراليه، وبالتالي قبل 15/5 او قبل 1/6 اللي جاي من الممكن جدا ان يصبح هذا الجيل بطلا لافريقيا. كل لعيبه الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي وكل الجهاز الفني في النادي الاهلي مركز في هذا الشيء فقط لا غير، بيركز في حاجه ثانيه، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه، اي ملف ثاني اتقفل وانتهى. الناس دايما وكل شويه هفكر حضراتكم ان احنا في النادي الاهلي دايما كده، يوم لما بتكسب بطوله، يوم ما كسبنا بطوله الصفاقسي مثلا، بطوله الصفاقسي لما كسبت بطوله الصفاقسي احنا قاعدين مستنيين ان الناس هتقول لنا ايه. فوجئنا ان كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب ومستر مانويل في ذلك الوقت قالوا لنا كلمتين، قالوا لنا خلاص الكاس ده بقى في البطوله، الكاس ده بقى في الدولاب خلاص، فانسوا الموضوع ده. وانا افتكرت الموضوع ده طبعا بالمناسبه واحنا داخلين، كان لسه الجون ده بيجيبوه، شكرا يا سمير ان انت جبت لنا الجون ده مره ثانيه. فانا عشان كده افتكرت هذا الموضوع. دايما النادي الاهلي مهما كسب من بطولات او مهما اي حاجه تحصل دايما بيحطها في الدولاب، طالما انتهت وبينظر الى الامام دائما. زي ما قلت لحضراتكم ماتش الامام حضراتكم ده كل الناس كلنا قاعدين كلاعيبه مستنيين نشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، هيقولوا لنا ايه. قال لك يا جماعه مبروك وكل حاجه وخدنا بطوله وكل ده كويس، ولكن في نفس الوقت الكاس ده بقى في الدولاب، الكاس ده بقى في الدولاب. اسمعوا بقى كده ونفكركم ونرجع نكمل تاني. يا ابو تريكا يا مش ممكن، كورة حلوة. معلش يا جماعة الجون ده بيوجع لي قلبي والله، يعني معلش. فبجد الناس كلنا كنا قاعدين، عمري ما انسى اللحظات دي الحقيقة، لحظات جميلة جدا ولحظات ممتعة لينا كلنا الحقيقة، كلنا الحقيقة بالنسبة لنا كانت لحظات ممتعة، وأعتقد لكل الجمهور الأهلاوي اللي كان قاعد بقى بيتفرج على الماتش واللي دماغه خبطت في السقف واللي رمى هنا واللي رمى هنا. ولكن أنا دايما بالنسبة لي كسبنا بطوله وكل حاجه، ولكن الدرس اللي من هذه البطوله ايه؟ الدرس ايه؟ الدرس ان انا خلاص البطوله بقت في الدولاب، فعلا هي بقت في الدولاب، بقت ماضي، لسه قاعدين بنتكلم عنها لغايه دلوقتي، ولكنها
بالنسبه لمجلس الاداره وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي اصبحت بطوله في الدولاب نقدر نتكلم عنها بعد كده او نقول ان هي ذكرى زي ما انا بتكلم كده، ذكريات حلوه ويوم حلو وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت هي بطوله وانتهت، وبالتالي خلاص اقفل دماغك وفكر في اللي جاي، فكر في الدوري، فكر في البطوله الافريقيه، فكر في بطوله الامم الافريقيه. بطوله الامم الافريقيه اللي مصر هتنظمها خلال الفتره اللي جايه، كلنا يجب ان نتعاون، كلنا كجمهور اهلي وكل جماهير وجمهور الزمالك وجمهور الاتحاد وجمهور الاسماعيلي، كل الجماهير تحط في ايديها في ايدين بعض الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه عفوا لا تحتاج الا الى انجاح هذه البطوله. والشعب المصري بطبيعته يعني اي حاجه بيعملها واي حاجه بيعوزها بيعملها. البطوله اللي جايه دي مهمه جدا 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 لمصر، جدا بكل المقاييس. بطولة الأمم الأفريقية دي أنت بتنقذ الاتحاد الأفريقي أولا، لأنك رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو رئيس الاتحاد الأفريقي الدورة دي، وبالتالي حاجات كتيرة جدا بتحصل، حاجات كتيرة جدا بتحصل. لو تاخدوا بالكم بطولة الأمم دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، كلنا يجب أن تتضافر الجهود خلال الفترة القادمة عشان كله يحط إيده في إيدين بعض. أي جمهور في الدنيا هيحط ايده في ايدين بعض، اي بطوله في العالم هتنجح. شفت بطوله كاس العالم في روسيا كانت عامله ازاي؟ انا متاكد ان الجمهور المصري خلال الفتره القادمه في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله هتحصل طفره كبيره جدا 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 خلال الفتره اللي جايه. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل المنظمين لهذه البطوله، لان في النهايه هو اسم مصر. قبل بس